إذا ينضم إلينا في هذه الأثناء السيد رائد حامد الخضر، وهو كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا رائد. الله يسعد أوقاتك. يعني دعنا نبدأ بالبيانات التي تترقبها الولايات المتحدة وترقبها العالم أيضا والأسواق فيما يتعلق بأسعار المستهلكين ومعدلات التضخم وسط جدل كثيف حتى في الداخل الأمريكي رائد، كما تتابع وتعلم، يعني بين مناصري أن التضخم قد بلغ الذروة ولامس السقف، وبالتالي هو سينخفض يعني بعد أن وصل إلى هذه المستويات، وبالتالي البعض يسهب أكثر وأنه لا جدوى من رفع معدلات الفائدة بهذه المعدلات الكبيرة، يعني 75 نقطة أساس على الاحتياطي أن لا يرفع يثبت أو حتى يكتفي ب 50 أو حتى 25. كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني الاحتمالية هي الأكبر هي 75 نقطة أساس، وأعتقد الآن حسب مؤشر CME نحن بدأنا نرى إمكانية أنه تحقيق ذلك في احتمالية أكثر من 90%. لماذا 75 نقطة أساس؟ لأنه الفيدرال الأمريكي إذا نظرنا إلى معطيات بيانات التضخم التي صدرت مؤخرا والتي أظهرت التراجع من 9.1% إلى مستويات 8.5%، فإذا نظرنا بالبيانات الجزئية أو بالتحليل الجزئي الخاص بهذه البيانات نرى بأنه ارتفاع التضخم أو تراجع التضخم كان بالفعل تراجع في أسعار الطاقة أكثر من أنه تراجع في أسعار التضخم للسلع الأخرى، يعني مثل الغذاء وجدناه مرتفع، مثل قراءات أخرى ضمن مؤشر التضخم رأيناها بالمجمل مرتفعة، بينما الطاقة شكلت الانخفاض الواضح وتراجعت سواء كانت على مستوى الطاقة بشكل عام أو على الجازولين أو على الغاز. في كل ثلاث السلع الرئيسية تراجعت الأسعار، فسبب ذلك تراجع بالانخفاض. بمعنى آخر خلينا نقول أن التضخم حتى الآن لم يلمس فعليا بتراجعاته الاستهلاك الطبيعي أو السلع الطبيعية التي يحتاج إليها المستهلكين أن يروها بأسعار أقل حتى يقولوا أن التضخم منخفض، أي أن المشوار طويل أمام الفيدرالي رفعات أكثر بأسعار الفائدة لأنها هي الوسيلة الوحيدة لتشديد السياسة النقدية، ومن ثم بعد أن نصل إلى مستويات تضخم دون 4% ممكن أن يفكر بعملية إبطاء في رفع تشديد السياسة النقدية أو حتى توقف تشديد السياسة النقدية والبحث عن الانقلاب في سياسته إلى تقليص في أسعار الفائدة. ذلك ممكن أن يحدث أعتقد في الربع الأخير من العام القادم أو حتى مع مطلع العام 2024. حتى الآن البيانات تشير إلى أنه الفيدرال الأمريكي مضطر إلى هذا التشديد خلال الفترة الحالية، وأن التضخم حتى مع تراجعه الذي حققه من الذروة عند 9.1% لا يزال بعيد كل البعد عن المستهدفات عند 2%، وأعتقد سوف لن ينتظر الفيدرالي 2% كرقم حتى يقوم بتغيير سياسته النقدية. نعم رائد، بما أنه هذا الأسبوع عم نترقب بيانات التضخم الأمريكية، برأيك أن الذهب عالق ما بين قوة الدولار وأيضا ما بين تشديد السياسة النقدية، كيف تقرأ تحركات الذهب لهذا الأسبوع؟ خلينا كمان ناخذ بعين الاعتبار انه ليس فقط الفيدرالي الذي يقوم بتشديد السياسه النقديه، المركز الاوروبي ايضا قام برفع اسعار الفائده ويتوعد برفعات اكثر في كل اجتماع قادم، المركز السويسري فاجانا ب 75 نقطه اساس باجتماعه الاخير، المركز البريطاني كذلك الامر، اعتقد كل البنوك المركزيه بدات تجمع على ضروره تشديد السياسه النقديه ورفع اسعار الفائده. طيب هذا ماذا يعني بالنسبه للذهب؟ اذا نحن شفنا تشديد السياسه النقديه ممنهج من قبل كل البنوك المركزية، ففي على المدى القصير ممكن أن يشكل ذلك ضغطا على أسعار الذهب، ولكنه قصير جدا لا يتعدى موعد إعلان أسعار الفائدة ومن ثم يعود الذهب للارتفاع مرة أخرى. السبب في ذلك لأنه نحن بتشديد السياسة النقدية نسحب السيولة من الأسواق ونسحبها من أسواق الأسهم على وجه التحديد، وبالتالي يتولد قلق
من أنه مزيد من تشديد السياسة النقدية سيخنق النمو الاقتصادي، سيؤثر على ارتفاعات الأسهم، بالتالي يعني تحتاج إلى مصف جديد لهذه الأموال دونا عن أسواق الأسهم التي كانت تحقق عوائد مرتفعة، خصوصا أنه أنت تتوقع ركود اقتصادي مقبل، بالتالي تراجع في أسواق الأسهم، من ثم تعود جاذبية أسعار الذهب مرة أخرى لتتفعل وتحقق ارتفاعات أكثر. حتى الآن الذهب مرشح أن يعود إلى مستويات 1750 دولار للأونصة على الأقل خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم. جيد، من الفيدرالي والذهب والدولار رائد الأسواق الطاقة تحديدا أسعار النفط، يعني ونحن نعلم أنتم بأن كل المشاكل الاقتصادية التي وقع بها الاقتصاد الدولي مرتبطة بصعود النفط الهائل الذي حدث خلال الأشهر الثلاثة بين مارس ويونيو. ما هي توقعاتكم للأسعار؟ يعني النفط يظهر بشكل واضح بأنه هناك منطقة من الاستقرار التي تمكن من تحقيقها في الآونة الأخيرة ويعود مجددا للارتفاع، على الرغم من أنه عم نتحدث على أنه انخفاض متوقع في النفط، في الطلب على النفط إجمالا، وبنفس الوقت في عندي مزيد من المعروض النفطي أو دول إضافية يعني تطلب نفطا مثل النفط الروسي الذي يباع إلى إندونيسيا. أعتقد هذا كأخبار ممكن أنه تظهر للوهلة الأولى احتمالية أنه هذا يضعف أسعار النفط، ولكن في الحقيقة نرى بأنه أسعار النفط تحقق التوازن الاقتصادي وتستمر بالارتفاع بعض الشيء، بالتالي هذا يعني أنه الصورة ليست بالقتامة التي نتوقعها كركود اقتصادي بالفترة القادمة، بالتالي المستثمرين في الأسواق يتوقعون أن الركود الذي سيحدث أو سيحدث ليس بالسوء الكبير جدا، وإنما الطلب سوف يبقى يرتقي بالارتفاعات خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه آفاق سلبية كانت موجودة سابقا مثل كورونا لم تعد بالتأثير الكبير على الأسواق، بالتالي فصل شتاء يعني مزيد من الطلب، بالتالي هذا يحفز إجمالا الأسواق إلى أنه تحقق مزيد من الارتفاعات في الفترة الحالية وأعتقد حتى نهاية التعاملات العام. نحن نشكرك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.